الصمد الكنفري على انخراطهم في جد وتعاونهم الدائم لإنجاح المشاريع الثقافية للجميع. في إطار برنامج الثقافي لرسم سنة 2022 وبدعم من جماعة أرادش، تنظم جمعية الأصدقاء المكتبة الوثائقية لتنسيق مع جمعية الأمل للمتقاعدين والمسنين بالعرائش اليوم النشاط الثقافي تقديم كتاب البطل المجهول المؤلف عبد اللطيف حفيدي وحفل تكريم الأستاذ الفاضل محمد الأشرافي. أستاذ الفضيل محمد الأشرافي، تعود بنا الذكريات إلى أيام ما زال رمادها عالقا بأذهاننا، أيام البذل والعطاء للسيد الكريم. فمهما أبعدتنا الأيام سيظل فضلك علينا قادرا أن لا تهزه الرياح ومطبات الحياة. وفي يومك المميز هذا يسعدني أسرة عن نفسي ونيابة عن جمعية أصدقاء المكتبة الوثائقية في عهد الصمد الكنفري أن نتوجك بهذا التكريم عن كل المجهودات التي بذلتها وكل التعب الذي مررت به في سبيل تعليمنا، ونشكرك جزيل الشكر على كرمك ورحابتك. ومهما قدمنا من كلمات شكر فلن نقدر على إيفائكم عفوا حقكم كاملا. ومهما زادت الأسطر من كلمات فلن نثيبن قدركم، فأنتم من علمنا وأسعدنا وأنتم من أنرتم ضربنا. فشكرا للسريع على كل حق علمتمونا إياه وعلى كل ساعة قضيناها معكم وعلى كل درس ونصيحة لم تبخلوا علينا بها نتعظ بها في الحياة. فشكرا حتى يبلغ الشكر محله. الحضور الكريم، شكرا لكم. وشكرا لكل من لبى النداء وتواجد.